افتتح دار الأوبرا موسمها الفني الجديد بتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة ممثلة في المركز الثقافي الفرنسي. هذا وأعدت دار الأوبرا خلال الموسم الجديد العديد من المفاجآت الإبداعية، منها عروض متنوعة للفرق التابعة، إلى جانب استضافة فرق محلية وعالمية. الحقيقة حفل افتتاح موسم اوركسترا اوبرا القاهرة السنة دي ببرنامج مميز جدا، بأعمال فريدة شوية في نوعها وما بتتعرضش كتير الحقيقة، مش بس في مصر لكن في كل أنحاء العالم. أوبريتات المؤلف الفرنسي جاك أوفنباخ. جاك أوفنباخ اشتهر بالأعمال الخفيفة، اشتهر بأعمال طبعا ليه أوبرا شهيرة جدا هي قصص هوفمان، لكن الأعمال اللي هو اشتهر بيها جدا هي الأوبريتات الخفيفة. أوفنباخ لأنه أولا مؤلف فرنسي له العديد من المؤلفات الأوبرالية والمختلفة المتعددة لكل الأصوات، وعشان كده يمكن ابتدينا بيها البداية القوية دي. أوفنباخ موسيقى خفيفة ولذيذة ومتاحة للجميع، الكبار زي الصغيرين، فأنا متأكد أنها هتعجب كتير الجمهور، فبداية كويسة جدا لأي موسم.